FM. الكلمة ليك. كل حال انتم تعرفوا ان احنا الان بصدد تفاوض مع الحكومة فيما يهم الزيادات في الأجور بالنسبة لسنة 2014. كان هناك اتفاق مع السيد رئيس الحكومة على أن ننهي هذه المفاوضات في الشهر الفارط، ولكن الوضع اللي شهدته البلاد سواء كان بالعملية الجبانة اللي اقترفها الإرهابيون في متحف باردو أو بالعملية الثانية اللي شهدتها منطقة سبيتلا أخذت وقتا من الحكومة، مما جعلها ما تنجمش تحترم الاتفاق الناس على أن تنهي الزيادة في نهاية شهر مارس الفارط. الآن ما زلنا إلى حد الآن لم نتوصل إلى اتفاق بالنسبة لزيادة سنة 2014 لسبب وحيد، هو أن الحكومة ما زالت لم تقدم معناها مقترحا يمكن أن نتفاعل معه. هي إلى حد الآن عبر لجنة التفاوض توصلوا معهم إلى زيادة بثلاثين دينار، بعد مقابلتي مع السيد رئيس الحكومة رفع في هذا المبلغ إلى حد الأربعين دينار، ولكن هذا المقترح ما زال لم يلبي ربما المبلغ الذي نريده. هو على فكرة أن هذه سنة 2014 هي قد انتهت من ناحية العامل الزمني، واتفقنا أيضا في نفس اليوم إذا ما توصلنا إلى الاتفاق حول زيادة 2014 أن نمضي بلاغا مشتركا جديدا يخص الزيادات بالنسبة لسنتي 2015 و2016. واليوم للقاء هذا المساء مع السيد رئيس الحكومة للنظر في كيفية التقدم في هذه المفاوضات، لأننا أولا المقدرة الشرائية لأجرانا قد تدهورت، نحن في حاجة ماسة إلى هذه الزيادة، ولكن نتطلع أيضا إلى مفاوضات أخرى بالنسبة لسنة 2015 و16 حتى يمكن أن نلبي مطالب الأجراء، وبالتالي نخصص ما بقي معناها للفترة النيابية للاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في محاور أخرى على قدر كبير من الأهمية ومن الخطورة أيضا، اللي هي محور الجباية، اللي هو محور اللي هو منوال التنمية، اللي هو مراجعة تشريعات العمل، أيضا إصلاح المنظومة التربوية، إصلاح المنظومة الصحية، وكذلك إصلاح معضلة الصناديق الاجتماعية، كلها محاور حارقة مش ممكن ملامستها والنظر فيها والتحاور فيها بهدوء إذا كان ما فماش استقرار اجتماعي، وهذا الاستقرار الاجتماعي متوقف على إنهاء المفاوضات سواء كان في هذه الجولة أو في الجولة القادمة. الكلمة ليك.